أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض، ولحظات على انطلاقة مباراة الذهاب للدور ربع النهائي، حيث سيكون فريق إنتر في مواجهة فريق ميلان. الحماس والقلق والحسابات دقيقة فقط ليست حاسمة، لأن الحسم سيتأجل لمواجهة الإياب مهما كانت نتيجة اليوم، لكن بالطبع ما سيحدث اليوم سيؤثر على ما سيحدث في الإياب. رافائيل لياو، كرة فيها خطورة، يا رب مستحيل التسديدة، الله على هذه الروعة، على الطاير في الشباك. نتابع مع بعض الهدف مرة أخرى، شوف العرضية كيف كانت مميزة، والفرصة أصبحت سهلة من هذه المسافة، واستغلال مميز للكرة هنا وإنهاء جميل في المرمى. تعود المباراة مرة أخرى، والآن على إنتر بأن يظهر شخصيته وأن يتماسك في الملعب. كريستيان بوليسيتش، خطيرة لبوليسيتش، وفي النهاية بتروح الكرة سهلة، كانت من مسافة قريبة لكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. تصويبة قوية، محاولة التسديد على الطاير لم تنجح في هذه المحاولة، وراحت الكرة بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي خطورة. رافائيل لياو، الله على الكرة، بيعدي فيها بشكل، كرة خطيرة مع جيرو، رأسية لم تشكل خطورة أبدا، الحارس تصل إليه بكل سهولة. ترام، لاوتارو مارتينيز، شوف التدخل القوي لاستعادة اللقطة، تمريرة بيغير فيها مسار اللعب. تصدي من سومر لكن ما زالت خطيرة، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا، كان مهم جدا انتظار التوقيت المناسب للتمرير حتى يتم الرجوع الكامل من منطقة التسلل. أوليفر جيرو إلى رافائيل لياو، تسرع في التحرك يقع من خلاله في مصيدة التسلل. أوليفر جيرو، الكرة تصل لبوليسيتش، والآن مع رافائيل لياو. أوهو العارضة، لكن الهجمة مستمرة. هذه هي إذن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. انطلاقة الشوط الثاني من المباراة هنا، والنتيجة تشير إلى تقدم ميلان، لكنه تقدم غير حاسم. أوليفر جيرو، كرة خطيرة مع جيرو، ما زالت خطيرة، شال هانوغلو، تصل إلى ترام، يا سلام على استعادة الكرة، تقدم هجومي مع خيارات عديدة متاحة، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. نصف ساعة تصلنا على صافرة نهاية المباراة. لاوتارو مارتينيز، عرف كيف يمر، عرف كيف يتخلص، لكن محاولة المرور الثانية لم تنجح، مساندة دفاعية في الموعد، لمسة، عنده فرصة للتسجيل،
وفي المرمى، والآن تعزيز التقدم بفارق هدفين وأفضلية مستحقة. شوف في عادة الهدف مرور جميل من المدافع. بالتأكيد هنا الموقف أصبح أسهل عندما أصبح الموقف واحد ضد واحد. شوف الأفضلية دائما للتسجيل في مثل هذه الكرات، إنهاء بدون مشاكل والكرة تسكن الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رافائيل لياو، والهدف يأتي والكرة من جديد تحرك الشباك وتوسع الفارق لثلاثة أهداف. نتابع الهدف مرة أخرى، واضح جدا السلوك غير المنضبط من الدفاع، أخطاء بالجملة في هذا الهدف، خطورة استمرت لفترة طويلة داخل المنطقة. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. دي ماركو، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. المباراة الآن في أوقات حرجة، خمس دقائق فقط على النهاية. كرة خطيرة، الكرة في المرمى، هدف جديد يوسع الفارق لأربعة أهداف. نشوف في عادة الهدف، انظر إلى هذه الكرة، شوف كيف لعبها وكيف راحت أسفل العارضة، تصويبة مثالية متقنة فيها دقة كبيرة. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة صافرة النهاية. إنسي ميلان نجح في تحقيق المراد من مباراة الذهاب وخرج منتصرا. النتيجة الكبيرة اليوم تجعل الكثير يعتقد